كيف منحب بعضنا إذا ما كنا مستعدين إن نضحي كرمال بعضنا؟ مين يلي علمنا هالشي؟ طبعاً ربنا يسوع المسيح لما قدم نفسه على الصليب كرمالنا. أوقات ما بيطلب منا إلا إنه نضحي بشي بسيط كرمال إخوتنا وأهلنا وأصدقائنا. خلينا نشوف هالقصة اللي صارت مع القديس مكاريوس الكبير بصحراء سيناء بين مصر وفلسطين. كان الناس بيحبوا القديس مكاريوس الكبير، الراهب العايش بالصحراء، لأنه كان بينصحهم من بعد ما يسمع مشاكلهم وبيقضي وقت طويل حتى يساعد الناس بهالشي. والناس اللي كانوا يجوا لعنده من المدينة والضياع كانوا يعبروا له عن شكرهم بأنه يجيبوا له أشياء من منتجات حقولهم. مرة جاب له واحد سلة عنب شهية وطازة حتى يعبر له عن شكره. أخذها منه القديس مكاريوس الكبير وشكره. طلع بهالسلة الشهية وصار يقول لنفسه، كيف بدي أكل من كل هالعنبات وجاري الأب سوفرونيوس ما عنده عنب؟ الأب سوفرونيوس كان عم يصلي، فجأة بيلاقي القديس مكاريوس الكبير حامل سلة العنب. بيسأله، شو هالسلة يا أبونا مكاريوس؟ قال له، هيدي بقيت من عندي، في ناس جابولي عنب كتير وقلت بجيبلك شوي منه. طبعا هو ما جاب له شوي من العنبات، هو جاب له كل العنبات. شكره الأب سوفرونيوس وطلع بهالسلة الشهية من العنب وقال لحاله، مثل ما قال القديس مكاريوس، كيف بدي اكل من هالسلة وجار الأب بولس ما عنده عنب؟ تفاجأ الأب بولس لما شاف الأب سوفرونيوس حامل سلة العنب وسأله من بعيد، شو يا أبونا سوفرونيوس؟ من وين هالعنب؟ أخذ الأب بولس سلة لعند الأب لوقا وأعطاه إياها. وهيك ظلت السلة كل الليل تبرو مع قليات الرهبان، والقليات هي الغرف اللي بيعيشوا فيها الرهبان. ما حدا كان يقبل ياكل منها حبة وحدة، بس كان يفكر بجاره اللي ما عنده عنب. تاني يوم الصبح وصلت السلة مثل ما هي لعند الأب مكاريوس، قام حطها قدام ضيوفه وقال له، بتفضلوا كلوا. قالوا له كلهم متعجبين، شو هالعنب يا أبونا مكاريوس؟ قال لهم، هيدي عنب المحبة. هل نحن مستعدين نعمل هيك؟